مساء الخير. ان شاء الله النهارده يا جماعه هشرح لكم ازاي تعملوا انترو او مقدمه فيديو زي اللي انا بعملها في الشروحات بتاعتي على الجروب على الفيسبوك. تمام، طبعا كلنا عارفين المقدمه بتاعتي اللي انا بحطها قبل الفيديوهات، انا هوريها لكم عشان برضو تبقوا مركزين معايا. تمام، اللي هي الكوره اللي بتتدحرج وبتخبط قوالب الشطرنج او المربعات وبتبدا تقع، وبعدين في الاخر بتكون الصورة الشخصية بتاعتي تحتيها اسمي. تمام، هوريكم ازاي تعملوا الموضوع ده، وهوريكم ازاي تعمل اشكال مختلفة غير الشكل اللي انا بستخدمه. تمام، اتمنى بس تكونوا مركزين معايا، واسف جدا يا جماعة على تأخير الفيديو، والله يعني بسبب ظروف شغلي انا ما بفتحش اساسا الفيسبوك ولا بقعد، ولا حتى لدرجة ان انا ساعات ببقى مش عارف ارد على بعض الناس. مبدئيا كده في موقعين هنستخدمهم عشان تعمل الانترو دوت او المقدمه. تمام، الموقع الاولاني اسمه فليكس بريس، تمام، والموقع التاني اسمه انيموتو. الموقعين عشان تستخدمهم لازم تعمل حاجه اسمها ريجستر او ساين اب، يعني لازم تكون مشترك في الموقع. تمام، انت طبعا اول ما هتفتح الموقع هتدخل على تضغط على كلمه ريجستر ديت اللي انا واقف عليها بالماوس. تمام، وهتبدا تسجل ببياناتك الشخصيه، اسمك والايميل بتاعك والباسورد اللي انت عايزه، وبعد ما بتسجل بتروح على الايميل بتاعك وتفتحه وتدخل عشان تأكتف الاكونت بتاعك على الموقع. بعد ما هتعمل ريجستر تمام، انا هدخل لوج ان، انا طبعا مشترك في الموقع. تمام، وهاجي هنا ادخل اليوزر نيم بتاعي والباسورد. تمام، وبعد كده هضغط على لوج ان. تمام، هو فتح او اداني اسم فوق تحت كلمه لوج اوت. طيب هنعمل ايه عشان نختار نعمل مقدمه زي اللي انا بعملها؟ هتيجي هنا تختار فري تمبلتس، يعني اللي هي التمبلتس المجانيه. تمام، بعد ما هتختار فري تمبلتس بص، هو هتيك هنا يعني هتيك تسع اشكال، هم دول الموجودين حاليا في النسخ المجانيه. طيب هنفترض مثلا انا عايز اعمل الشكل بتاع الكوره اللي بتخبط مكعبات الشطرنج اللي انا بستخدمها، هي اهي. تمام، اللي واقف عليها بالماوس هتضغط عليها عادي هيبدا يشغلها لك. تمام، هو الاول هنا بيعمل لك عرض عن الفيديو، انت تقدر تعمله داونلود بالداونلود مانجر عادي، بس طبعا ده يعني ده بيوريك تيست عن الموضوع. تمام، طيب انت دلوقتي عجبك الفيديو ده هتعمل ايه؟ هتضغط على كلمه كاستمايز. تمام، وهتيجي هنا تتعلم على اي اجري وتعمل كاستمايز ناو. هتختار من هنا الصوره اللي انت عايزها تظهر في الفيديو بتاعك. تمام، انا مثلا هختار مثلا صوره من عندي. تمام، انا مثلا هختار الصوره دي. تمام، وهاجي هنا هقول له ابلود. طبعا لو ما لقيتش كلمه ابلود شغاله تعرف ان الصوره اكبر من الحجم المطلوب. هنا فتح لك دي بيقول لك حدد المكان اللي انت عايز، يعني حدد جزء معين من الصوره عشان الصوره مساحتها كبيره جدا. فانا هقص مثلا كده الجزء دوت. تمام اهو، وهقول له نيكست. خلاص، بعد ما ضغطت نيكست حاجه هنا اسحب الصوره تحت بالماوس واحذفها في المربع الابيض ده، هي نزلت تحت. تمام، هنا بيقول لك انترو تكست وفاينل تكست. الانترو تكست يا جماعه لو وقفت عليها بيديك الجمله اللي بتتكتب تحت الكوره وهي ماشيه. تمام، عايز تخليها ايه؟ انا هخليها عادي اوريجينال. تمام، باسم جروب اوريجينال سوفت وير. تمام كده، بعد كده هكتب تحت الفاينل تكست اللي هو الاسم اللي بيظهر تحت الصوره خالص، هكتب اسمي. تمام، وبعدين هضغط على سبميت، وبعد كده هقول له يس. كده خلاص بيقول لك ان الاكونت ان الفيديو بتاعك اتعمل واتبعت للاكونت بتاعك او على الايميل بتاعك. طيب هتعمل ايه دلوقتي عشان تجيب الفيديو؟ مش لازم بقى تروح تفتح الايميل بتاعي ليه او لا. طبعا انا لو فاتحه هيظهر لي يقول لي ان انت بقالك فيديو او انت الفيديو بتاعك خلاص. انا طبعا عشان اقفل ليه مش هيبان، فهدخل على ماي اكونت من هنا. تمام، طبعا انا في ثلاث فيديوهات عاملهم اهم، هنا الفيديو الرابع اهو طبعا بيحمل معايا، ده الفيديو اللي انا لسه عامله معاكم حالا. تمام، هتستناه خالص لحد ما يخلص ويظهر لك صوره الفيديو اهو، ظهر اهو. تمام، هتضغط على الفيديو هتفرج معاه، يعني هخليكم تتفرجوا سوا على الفيديو عشان تتاكدوا ان كلامي مظبوط اهو، اوريجينال سوفت وير زي ما انتم شايفين. تمام، وهيبدا يخبط مكعبات الشطرنج عشان المربعات دي عشان تظهر الصوره.
طبعا هو بس معلش عشان النت بطيء شوية اهو، زي ما انتوا شايفين حط الصورة اهو وحط اسمي تمام. طيب انا دلوقتي عايز احمل الفيديو. طبعا انت بقى هتستخدم برنامج داونلود مانجر، هضغط على الفيديو داونلود تمام، وهضغط على ستارت داونلود. خلاص كده الفيديو نزل، تقدر ان انت تحطه على اي فيديو انت بتسجله، او تحطه او على يعني تخليه انترو او مقدمه لاي فيديو انت بتعمله على الجهاز عندك، ويبقى زي الفيديوهات اللي انا بشرحها تمام. ده بالنسبه لاول موقع. تاني موقع يا جماعه صعب شويه، عايزكم تركزوا معايا. اول ما هتفتح الموقع هيخش معاك على الواجهه ديت، هتعمل ساين اب، لازم برضو يكون مشترك. تمام، بعد ما هتضغط على ساين اب هيظهر لك هنا صفحة التسجيل. انا انصحك ان انت تسجل احسن ما تعمل كونكت بالفيسبوك. ليه بقى؟ انت لو عملت كونكت بالفيسبوك ممكن الموقع ده يعمل بوستات او يعمل منشورات عندك ويدخلك الاكونت بتاعك في حظر. فانا ما انصحكش ان انت تعمل ساين اب يوزنج فيسبوك. انت تدخل عادي بقى يعني ايه طريقة رسمية، تدخل ايميلك وبعدين تدخل اسمك وبعدين الباسورد وبعدين تكرر الباسورد وتدوس ساين اب وترجع للايميل بتاعك عشان تدخل على الرسالة بتاعة الاكتيفيت وتفعل العضوية بتاعتك على الموقع تمام. انا طبعا عشان اختصر المسافه وعشان انا مش مسجل في الموقع او كنت مسجل ونسيت الاكونت بتاعي، فهختصر المسافه وهدخل بالفيسبوك دلوقتي تمام. دوست على فيسبوك او الموقع فتح في حاجه هنا، اضغط على جريت 1 او جريت اللي فوق. فانا هعمل جريت اللي فوق ديت، يعني هكريت فيديو او هعمل فيديو او مقدمه تمام. فتح لي الفيديوهات اللي موجوده، طبعا في منها نسخ مجانيه وفي منها نسخ لازم تشتريها. طبعا اللي احنا اللي بتشتريها طبعا انا مش هقدر يعني اشرح لك عليها، فهشرح لك على النسخ الفري. طيب هتعرف منين المجاني من اللي مش مجاني؟ هبص كلمه برو ديت اللي موجوده تحت الفيديو تمام، بتدل ان الفيديو غير مجاني، يعني لازم تكون شاري او معاك فيزا عشان تشتري تمام. انا مثلا هختار مثلا الفيديو اللي هو مش مجاني، بيبقى مش مكتوب عليه برو، وهشغله كده تمام، وهضغط على بلاي. هو هنا بيديك عرض للفيديو، بيوريه لك قبل ما تبدا تشتغل عليه تمام. طيب نفترض دلوقتي ان انا هشتغل عليه بس عشان وقت الفيديو مش هستناه لحد ما يشتغل. حاجه اضغط على ميك 13 سكند تمام، 30 سكند فيديو فور فري، يعني انا عايز اعمل الفيديو بتاعي فور فري لكن لمده 30 ثانيه تمام. طبعا انت لو شاري الفيديو هيبقى الفيديو مدته اطول من 30 ثانيه طبعا، عشان فري بيبقى 30 ثانية. هتستنى لحد ما يفتح لك الصفحة بتاعة تخصيص الفيديو تمام. هو هنا خلاص دخل بيقول لك get your photos and videos. طيب انا مثلا هدخل صورة هعمل ابلود. هو هنا ممكن يعني انت قبل ما تعمل ابلود ممكن تجيب الصور بتاعتك والفيديوهات من على الفيسبوك او مثلا من على الدروب بوكس او مثلا موقع الصور دوت تمام. فانا مثلا هعمل ابلود وهدخل مثلا اي صوره دلوقتي، مش شرط صورتي يعني تمام. انا مثلا هدخل الصوره دي، قول له اوكي تمام. الصوره بتحمل. انت طبعا لو ضغطت على المربع الفاضي دوت الزائد هيقول لك انت عايز تدخل صوره ولا كتابه. لا انا مثلا دلوقتي دخلت صوره اول واحده اهي، هدخل مثلا كتابه. هيقول لي عايز تخليها ايه، هقول له مثلا هكتب هنا اوريجينال تمام، وهكتب تحت سوفت وير. هنا بيقول لك لسه لك 32 حرف عشان الخانه دي تكتمل، وهنا لسه لك 42 حرف. فانا مش محتاج اكتب كتير، فانا هكتب اسم الجروب بس واضغط على سيف. هنا الصوره اللي احنا حطيناها ظهرت وهنا اسم الجروب اهو. هضغط تاني هنا، طبعا هو هيديك مربعات تفضل تضغط وتضيف لحد ما ال 30 ثانيه بتوعك يخلصوا. هضغط هنا تاني وهقول له انا عايز ادخل صوره مثلا تمام، وهعمل ابلود بيكتشر اللي فوق ديت تمام، وهختار الصوره ديت وهرجع هنا مثلا هكتب تمام، هكتب مثلا اسمي تمام، وبعد كده هضغط على سيف. اسمي هتلاقيه ظهر اهو هنا الصوره. طيب دلوقتي نفترض ان انت الموسيقى بتاعه الفيديو اللي انت بتعمله مش عاجباك، هتعمل ايه؟ عايز تغيرها. هتضغط على علامه الموسيقى اللي فوق ديت تمام، اللي فوق الصور والكتابه اللي هي هنا دي تمام، وهتيجي هنا هتلاقي كميه
كتالوجات للموسيقى اللي انت ممكن تختار منها. يعني انا ممكن لاف رومانس، تمام، هتفتحها عادي وتقف على حاجة كده وتعمل بلاي، هتشتغل معاك تمام زي ما انتوا سامعين. تمام، تقدر تغير الموسيقى بتاعتك من غير اي مشاكل. طيب دلوقتي انا خلصت الفيديو بتاعي، اضفت الصور وضفت الكلام، وعايز مثلا اغير ستايل الفيديو، مش معقولة بقى هرجع واختار فيديو من جديد وارجع اضيف الصور تاني، لا هضغط على تشينج ستايل. تمام، هيفتح لي القائمة بتاعت الفيديوهات اللي انا ممكن اغير منها. احنا كنا مختارين الفيديو دوت، انا مثلا هختار الفيديو ده تمام، وهقول له سيلكت. بعد ما خلصت خلاص ضفت الصور والكتابة واخترت الموسيقى بتاعتي من هنا تمام، واخترت الستايل بتاعي. طبعا انا لسه معايا وقت، بس انا بحاول اوريك بس انت بعمل فيديو زي ما انت عايز، انا بس بعمل لك تيست مش اكتر تمام. وهتعمل بريفيو فيديو، يعني عرض الفيديو، هتسيبه لحد ما يعمل جينيريتنج هنا خالص عشان يشغل لك الفيديو بشكل سليم. هنا ممكن التايتل تحط اسم الفيديو، انا مثلا هسميه انترو تمام. هنا تاريخ الفيديو عادي، هو هيشتغل اهو، اضغط على بلاي. زي ما انتوا شايفين الفيديو شغال، الصور اللي احنا حطيناها موجودة اهي، اسم جروب تمام، الصورة التانية اهي، اسمي اهو تمام. طبعا هو الفيديو عشان مش فري بيديك في الاخر اللوجو بتاع الموقع، طبعا ده انا مش هقدر اتحكم فيه، لكن يعني هو ده عيب الموقع ان هو بيديك زي ووتر مارك في الفيديو بتاعك تمام. بعد ما هتخلص خالص هتدوس على كلمة بروديوس عشان تجيب الفيديو بتاعك. جميل اوي، احنا هنا نركز بقى اوي عشان احنا هنسرق الفيديو دلوقتي من الموقع عشان احنا مش هنقدر نحمله بشكل طبيعي. طبعا انت هتشغل الفيديو عادي تمام، هو المفروض بيظهر لك هنا علامة الداونلود مانجر اللي انت هتحمل منها، فانا هعمل ريفريش للصفحة تاني. زي ما انتوا شايفين ظهرت علامة الداونلود مانجر تمام. طيب انا هحمله، هعمل داونلود، هقول له ستارت خلاص. طبعا انت لو ما عندكش بقى الداونلود مانجر العلامة دي مش بتظهر لك، دي مشكلة تانية يعني لو مش موجودة برضو. يعني انا كنت حاطط فيديو على الجروب بيشرح مشاكل الداونلود مانجر، بتتلخص في ان انت لازم تكون مسطب اخر اصدار من المتصفح وتكون مسطب اخر اصدار من الداونلود مانجر عشان يظهر لك العلامة دي تمام. الفيديو نزل، هنشغل الفيديو عادي اهو، اسمه انيموتو تمام، على اسم الموقع. زي ما انتم شايفين الفيديو شغال من غير اي مشاكل اهو. تمام، ده مثلا فيديو تاني انا كنت عامله، اتفرج عليه برضه. تمام، فيديو طبعا يعني غاية في الروعة في الجمال زي ما انتم شايفين اهو. يا رب تكونوا استفدتوا معايا النهارده، وان شاء الله الموقعين دول انا هكون حاططهم لك تحت الفيديو، تقدر تطبق نفس الخطوات. واستنونا في فيديوهات تانية كتير، مع السلامة.